اهلا بكم من جديد. دقائق في هذه الحلقة، حزب النور نفى منذ قليل لقاء أعضائه بالسفير الأمريكي. ده الكلام اللي كان يعني قاله لنا حسن شاهين متحدث باسم حركة تمرد، إن هو عنده معلومة أن الحزب التقى بالسفيرة الأمريكية التي ضغطت عليه أو على الحزب لمحاولة إيقاف خارطة الطريق الجديدة. هنستقبل بعض الاتصالات الهاتفية من الجمهور، وأنا عارفة أن كتير عايزين يتكلموا. خلونا ناخد بعض الاتصالات. احمد بدر نجل اللواء محمد بدر، مساء الخير يا استاذ احمد. مساء النور يا فندم. لو بس تعرفني بحضرتك اكتر. حضرتك، انا احمد بدر الناشط السياسي والحقوقي. ايوه. وابن اللواء محمد بدر رخا، اول شهيد في عهد الرئيس محمد مرسي. يا اهلا بيك يا فندم، اهلا بيك، ويعني تحياتي للاسره ونترحم على الوالد. الوالد استشهد في ايه احمد؟ كان حضرتك كانت مجموعه كانت ارهابيه كده وعصابه سرقت كابلات وحاجات كده، كانت اعتدت على المنطقه وهددت الاهالي. طبعا في عهد الشرطه كانت واقفه ومفيش اي شغل في الدوله، كلها موقوفه بعد تولي الرئيس بشهرين، فنزلنا تصدنا لهم وكان حصل اشكال. نعم. بس انا عايز اتكلم في حاجه ثانيه اهم بكتير يا فندم. اتفضل. ان للاسف ان المجموعه اللي هو الرئيس والاخوان والناس دي كلها، لما جاء والدي استشهد او ايا كان، مش والدي بس، اي رجل عسكري استشهد ما راحوش عزه. ولو تلاحظي حضرتك في جنود رفح ما فيش حد مندوب او الرئيس ما مشيش في جنازتهم. في جنازه النائب عمر سليمان ما فيش حد مشي في جنازته. يعني في جنازه والدك او في عزاء ولا حتى عزاء، رغم ان هو استشهد وجا وزير الاتصالات. طبعا طبعا لازم مندوب من الرئيس او حتى سينير بيروح يصوروا شهاده الوفاه عشان ما يشيلوش المسؤوليه، وكتبوا ان سبب الوفاه طبيعي. طبيعي يعني غير عكس الوفاه اللي طالعه قصديه، اللي هي بتخرج لاول مره، طلع قلق ناري في الظهر. برضه مش مشكله وكل ده ما علينا. انا اللي عايز اوديه، انا كنت واجهت في النداء في الفريق عبد الفتاح السيسي بعديها بشهرين، وقلت له ان البلد مسؤوله من رقبته وان احنا ما نعرفش غيره، وان مش ممكن نسيب الدوله لواحد ما يعرفش شمال دور من يمين دور. فالنهارده انا بوجه لسيادته برضه نداء تاني، ان في حاله انقسام ابتدت تحصل في عواطف الناس، سواء بقى اللي بيحصل قدامنا ده تمثيليه حقيقه، ولكن في ناس كتير طبعا بسبب ترشيح. انا مش سامع الكلام كويس يا جماعه، سمعوني. اتفضل يا احمد. حضرتك، بسبب ترشيح دكتور البرادعي، للاسف في ناس كتير قوي ابتدوا من حزب النور ومن ناس عاديه من عامه الشعب تتكلم تقول احنا ما عملناش الثوره دي وما وقفناش وما نزلناش عشان خاطر حد ياخدها على بعضها كده بسهوله. طبعا دكتور برادعي انسان محترم وجميل ورجل قوي وهو ابو الثوره الروحي، ولكن المشكله الناس بتنقسم واحنا عايزين نتوحد. طيب. دي مشكله كبيره قوي يا فندم. وكمان في حاجه للاخوان المسلمين، انا عايز اقول لهم ان كنتوا شغالين بقضيه ايمانيه غلط غلط، ويوم ما هتموتوا ما حدش هيحسبكم شهداء. الناس بتقول عليكم ميتين مش شهداء، رغم ان كنتوا شهداء واللي بينتظروا الثوره شهداء والجيش شهداء، كل واحد بيدافع عن وطنه. نعم. كل واحد بيسيب له ايمانه وربنا يستر على البلد. ربنا يستر. بشكرك يا احمد، لكن ردا طبعا على قضيه الدكتور البرادعي، الدكتور البرادعي لن يرشح نفسه رئيسا للجمهوريه، يعني في هذا المنصب. يعني هو رجل يعني اذا جاء في اي منصب ويحمل تركه ثقيله ومهمه صعبه للغايه، ما حدش عايز يجي. ناس زي ما انتم شايفين كلها بتعتذر، ما حدش عايز يجي الان في هذا المنصب، لكن الدكتور البرادعي مهم بالنسبه للشباب، مهم بالنسبه للثوره، مهم بالنسبه لقيم الثوره. ياسر من بيروت، اتفضل يا ياسر. الو. ايوه يا ياسر، اتفضل يا فندم. اول شيء بدي اشكركم على هالمداخله. انا اسمي ياسر قشلاق، رئيس حركه فلسطين. اهلا بيك يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا فيكي. اول شيء بدي ابارك للشعب المصري على هالثوره العظيمه. شكرا. الشعب المصري اللي عم يثبت كل يوم عن يوم انه بيقدر هو يصنع تاريخ جديد، يصنع حقائق تاريخيه جديده، يصنع حقائق تاريخيه اجباري حتلتحق بالسياسه يوما ما. خاصة لما كتبت أنا لا إخوان ولا مسلمون قبل ما يسقط مبارك، لما كنا عم نكتب لا إخوان مسلمون، وكنا ندرك أن الإخوان ليسوا كما قال الأمريكيون الأكثر تنظيما، هم الأكثر ترويضا، الأكثر تدجينا، الأكثر أنهم يستطيعون شن حرب على إسرائيل بآية قرآنية، ويستطيعون أن يصنعوا سلام الأعزاء الأوفياء لبيريز
ايضا بايه قرانيه. مشان هيك السفيره الامريكيه الموجوده عندكم بالقاهره هي سفيره امريكا كانت بباكستان، وقبل ان تاتي الى القاهره كان مشروعها مشروع اسلامي، مشان هيك موجوده هي في القاهره لتدجين وترويض هؤلاء الاسلاميين بما يحفظ مصالح وامن اسرائيل. نعم. هي من جهه. من جهه ثانيه احنا كحركه فلسطين حره، حركه مدنيه انسانيه، قمنا بالاتصال ونفتخر باننا قمنا بالاتصال بحركه تمرد في بداياتها، وقمنا ايضا بنشر بيانات عنهم ونشر بمواقعنا لكي نقول اننا نريد تمرد ايضا. سقوط الاخوان في مصر يعني سقوط المشروع الصهيوني الذي اعد في المطابخ السريه، الذي له المرشد الروحي له كان كارتر عليه السلام قبل ان يبعث هؤلاء جهادين ويقتلهم في ارضه. طب استاذ ياسر، بما انك بقى في حركه فلسطين، يعني ماذا يعني سقوط الاخوان بالنسبه لحركه حماس؟ يعني بالنسبه لسقوط حركه حماس نحن كنا نقول دائما نحن لا نريد اخوان في فلسطين، نحن نريد فلسطينيون في فلسطين. الوطنيه قبل الدين. سيدنا محمد كانت مكة أغلى عليه من كل مدن العالم، وهو كان النبي، ومع ذلك كانت مكة تعني له، أي أنه كان وطنيا قبل أن يكون نبيا. أنا تهمني فلسطين، عندما أعود إلى فلسطين، عندما تتحرر أرضي في فلسطين، عندها أستطيع أقول على أي مذهب أنا. أما اليوم أنا مذهبي وديني، أنا كل ما في حياتي هو فلسطين طبعا. فإحنا الإيمان بالله لا نستطيع أن نقول لأحد مرشد ولا غير مرشد أنه يجي علمنا. أمريكا مكتوب على عملتها نحن نثق بالله، فإحنا ما يجي حدا هلأ يجي إلى علمنا شو هو الدين. وخاصة لما قالوا وأعدوا لهم إذا مع عامل كام ديفيد مع إسرائيل، وإذا عامل اتفاقية مع أمريكا، الإعداد لمين؟ للشعب المصري، للشعب الفلسطيني، للشعب السوري؟ يعني جهاد ضد مين؟ شعارك انت واعدوا لمين تعد؟ واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، القوه هي لمين تعدها؟ اذا انت عامل اتفاقيات مع كل دول العالم الذين نسميهم اعداء، اذا الصهاينه بعثت له لبيريز وبعثت له صديقي الوفي، طيب انا مع مين بدي اعد؟ اذا كان الاسلام هو الحل، وانا بشوف انه هذا الاسلام له مرشد، له سفيره امريكيه تجتمع مع قاده الاخوان وتحزن على ويعني مصر في غير السفيره الامريكيه تطلع كانت امبارح وتقاتل مع قدام الحرس الجمهوري. على اي اساس انا بدي امن بعد اليوم انه هذا مشروع يستطيع ان يحقق الطموحات؟ لكن انا بتمنى منك يا مدام لمين، واحنا بنحترمك جدا، شكرا، ونتابع حلقاتك جدا، ونحترم الشعب المصري جدا، ونحترم الاستاذ الكبير محمد حسنين هيكل، تفضل، ان تكون الحلقه القادمه لمحمد حسنين هيكل هي كيف إعادة مصر لدورها العربي الطبيعي. طبعا طبعا، وده تخصص الأستاذ هيكل الدقيق الحقيقة. نحن لا نريد لمصر أن تدخل في زواريد مراجعة قضية فلسطين، أن فلسطين، أنا كفلسطيني لاجئ يسمح لي أن أدخل مصر، نعم يسمح لي دون تأشيرة. أي فلسطيني يخالف قوانين مصر، مظبوط، أي فلسطيني يخالف قوانين مصر. وأنا بضم صوتي لصوت حضرتك وأوعدك إن أنا يعني أنا عارفة إن حلقاتنا الاستثنائية مع الأستاذ هيكل خلصت، لكن في حواراتنا القادمة بالتأكيد هيكون عندنا موضوع عن القضية العربية. بشكرك أستاذ ياسر من بيروت. نادر من القاهرة، اتفضل يا نادر. السلام عليكم. ازيك؟ عليكم السلام، أهلا بيك يا أستاذ. أخبار حضرتك إيه؟ والله في نعمة الحمد لله. طبعا أنا بكلم حضرتك، أنا ساكن في عمارة العبور وشاهد عينا على اللي حصل بالنسبه للحرس الجمهوري. ايوه. وسمعت كم الاكاذيب الرهيبه اللي قاعدين ينشروها عليه ومحدش بيقول الحقيقه. وقاعدين بيدعوا على صلاه الفجر ومصلاه الفجر والكلام اللي كانوا قاعدين يقولوا عليه. وكل ده حاجه مش حقيقيه. انا اقول لحضرتك باختصار تماما. باختصار بس يا نادر عشان عندنا تليفونات كتير، اتفضل. تمام. هو اللي حصل بعد صلاه الفجر هنا في حركات غريبه وموتوسيكلات غريبه. وناس مش فاكر اشكالهم كده، يعني الواحد مش عايز يقول حاجه مش مظبوطه، يعني اشكال غريبه بتيجي بموتوسيكلات وبتيجي بعربيات على ناحيه الناس المعتصمه عند الحرس الجمهوري. وقوات الجيش، الناس اللي قاعده بتاعت الجيش دي اللي موجوده قدام الدار كانت معاها مسلميه ومفيش مشكله بالنسبه لها. وجينا بضرب نار وخرطوش وملطوف ويسطح اثنين منها حاجات وحاجه مش معقوله، يعني مش مفهوم ليه، يعني مش عارف عايزين يوصلوا لايه. خصوصا هم واخدين طبعا تعليماتهم من صفوة حجازي والناس المحرضه اللي كانت بتتكلم وفيديوهاتها ظهرت كلها.
وبعدين الجيش لما جه الناس اللي جت بتاعت الجيش اللي جت في صلاح سالم دي جت ما بتعملش حاجه يعني داخله عليهم ماسكه الدروع وماسكه كل حاجه. فوجئنا بكميه نار وخرطوش وناس طلعت فوق الاسطح. انا مش عارف مين الناس دي جت امتى وطلعت فوق الاسطح ليه وايه الهدف منها يعني. يعني احنا من يوم الجمعه هم قاعدين ومبهدليننا ومش عارفين ننزل من بيوتنا وخايفين على اولادنا مش عارفين نعمل حاجه ومنعوا الناس تنزل المظاهرات امبارح. طب عايزين يوصلوا لايه؟ يعني هو متوقع ما يهجم هيهجم على حته فيها جيش يعني او معسكر بتاع جيش زي ما بيقولوا. هيوصل ليه؟ يعني الجيش هيعمل ايه يعني؟ وبعدين كميه النار دي جت منين؟ السلاح بتاعهم ده ايه؟ طب انت لو ساكن قدام الحرس الجمهوري هل الاحوال عندك ايه؟ هاديه ولا في ولا هو دلوقتي الجيش موجود طبعا بعد ما حصل اللي حصل الصبح. ايوه هل في تجمع تاني ولا لا؟ لا هو مفيش تجمع تاني بس بيجي مناوشات كل شويه يقعدوا يشتموا ويقعدوا يستفزوا الناس بتوع الجيش ويقولوا لهم الفاظ مش مظبوطه وبيعملوا اشارات مش مظبوطه وفي ناس بتطلع فوق العمارات كده غريبه مش عارف تطلع عمارات طلعت امتى. انا نفسي الداخليه والجيش ياخدوا موقف مع الناس دي. اعتقد ان المنطقه بقى لازم تتمشط ولازم محدش يطلع فوق سطوح العمارات. احنا بصراحه احنا قلقانين طبعا مش عايز طبعا طبعا لان كميه السلاح دي غريبه انا ما اعرفش جابوا الاسلحه دي ليه ويواجهوا بيها. ده اللي فعد الدكتور مرسي السلاح داخل طالع. شكرا يا نادر. المعتز بالله اتفضل يا استاذ معتز. ايوه مساء الخير. مساء النور يا فندم. ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك اهلا بيك اتفضل. انا معتز انا مدير علاقات عامه في جمعيه رسائل الاعمال الخيريه. اهلا بيك يا فندم. واحنا الحقيقه كنا عاوزين بس حضرتك كانت تدينا مساحه ان احنا في حمله شرسه دلوقتي علينا مجهوله الهويه لاتهام رساله بانتمائها لجماعه الاخوان المسلمين. والحقيقه الحمله قويه جدا ومنتشره وناس كثيره بتسمعها وبترددها وبتسالنا فاحنا يعني ما لقيناش منبر افضل من منبر حضرتك ان احنا يعني نطلع ونكذب هذا الخبر يعني جمله وتفصيلا. رسالة لم ولن ولا تنتمي لأي جمعية لأي نشاط سياسي أو توجه ديني منذ نشأتها. احنا نشأنا. انا بس مستغربة ان كل يعني سواء حضرتك او غيرك يعني ليه ما نفتوش الكلام ده قبل كده؟ نفيناها كتير جدا. احنا في من 10 شهور لما الدكتور شريف عبد العظيم اللي هو رئيس مجلس الإدارة عندنا ومؤسس رسالة اتعرضت عليه الوزارة في اول اتعرض عليها طبعا في المجلس العسكري ثم اتعرضت عليه في اول في اول وزاره في لما مرسي جه. فمن ساعتها وطلعت الاشاعات ونفينا ونشرنا في كل الجرايد المصريه ما فيش برنامج مصري ما نفيناش فيه ونفينا على سي بي سي على قناه حضرتك كان في برنامج اخر. نعم. من فوق من 10 شهور على قناه سي بي سي ونفينا على قنوات اخرى بديله من ساعتها يعني من 10 شهور والقنوات موجوده على قنواتكم طبعا. عموما رساله حضرتك وصلت اكيد للناس كلها اللي سامعانا انه رساله بتقول انها لا علاقه لها باي احزاب لا اخوان ولا غير اخوان وليس لها اي توجهات سياسيه او يعني اي توجهات اخرى. بشكرك يا استاذ معتز. انتصار من ليبيا اتفضلي يا انتصار. الو مساء الخير. مساء النور. اهلا اهلين اخت لميس. اهلا بيك يا فندم اهلا وسهلا. انا اولا من معجبينك من ليبيا يعني كثير. اشكرك اشكرك اشكرك. مرة تلاقينا صدفه كده في مكان عام وسلمت عليك يعني. اهلا بيكي اهلا بيكي يا فندم. وربي يكون معاك ان شاء الله في الايام الحرجه هذه ان شاء الله. يعني انا مقيمه هنا في مصر. اهلا بيكي. انت في وطنك الثاني. الله يسلمك. نحب نتكلم بخصوص الجزيره والكذب كذب الجزيره. يعني من ايام الاحداث في ليبيا بدايه الاحداث والفتنه اللي عملتها الجزيره في ليبيا لما كان يقولوا ان القذافي بيقتل في شعبه ولما كانوا يقولوا انه يقصف في مدينه طرابلس. انا كنت مقيمه في مدينه طرابلس وكان بيقولوا ان القذافي بيقصف في منطقه كذا. ما كان في قصف ساعتها يعني. انا كان عندي اصحابي واقاربي كانوا يسكنوا في المناطق دي وكنت يعني كنت بتصل بهم. ما كانش في قصف يعني في المناطق دي يعني. نعم. كان كله كذب. وكانوا نعم. بيجيبوا ناس عندنا من الجنوب يعني يقولوا ان هم مرتزقه. طيب بيجيبوا الصوره من غير الصوت ويلبسوهم. نعم. لبس جيش ويقولوا دول مرتزقه ودول. وبدايه الاحداث في يوم واحد قالوا ان كان في 1000 قتيل. هو نعم. ما كانش فيه. نعم. بشكرك يا استاذه انتصار اهلا بيكي بشكرك شكرا جزيلا. قمر من القاهره اتفضلي يا قمر. لو نوطي التلفزيون بس من فضلك. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. مدام لميس ازي حضرتك؟ الحمد لله. اولا كل سنه وحياتك طيبه وانا بحاول اختصر مع حضرتك. ارجوكي. احنا في وضع صعب قوي والواحد حزين على بلده. بس أنا بتمنى إن سيادة المستشار الرئيس المؤقت والقوات المسلحة
ياخدوا قرار حاسم للناس اللي في الشارع دي من الجانبين، لا ده ولا ده. خلاص احنا عملنا ثورة ووصلنا لنتائج كويسة، كفاية بقى يعني نقعد في بيوتنا ونشتغل ونشوف حالنا، الدنيا حالها واقف وفي ناس مش لاقية تاكل. صح صح والله معاك حق. القوات المسلحة تدي فرصة 3 ساعات لكل اللي في الشارع، كله يلزم بيته، واللي بعد ال3 ساعات دول اي حد في الشارع هو الجاني على نفسه، ودي حاجه ما تزعلش. احنا عايزين نفوق بقى، لان عايزين نشتغل، وده مهم جدا جدا يا قمر. نهى من الجيزه، اتفضلي يا نهى. مساء الخير استاذه لميس، مساء النور لكل العاملين بخير. اهلا بيكي. انا بس عندي تعليق على فكره المصالحه الوطنيه مع الاخوان. احنا شعب عاطفي شويه، بس انا بتذكر ده زي مرض السرطان، مرض خبيث، هي خليه من نفس نتيجه الجسم بتتقلب على الجسم، بنفضل نعالج فيها فتره، ولما بتفشل وسائل العلاج بنستأصل الجزء اللي فيه السرطان ده. فاحنا حاولنا مع الاخوان اكتر من سنه، حاولنا معاهم من ساعه بيان الجيش، ومفيش فايده. مصالحه وطنيه مع ناس لها تنظيم دولي وكلنا عارفين ان هم دمويين، انا شايفه ان ده يعني عاطفه ملهاش وقت خالص دلوقتي على الاطلاق. شكرا يا نهى. خلوني اقرا بعض الرسائل. في ناس منزعجه من اللي بيكتب على الصحافه الاجنبيه، والحقيقه انه لابد ان تكون هناك لجنه، ناجر شركه علاقات عامه، لجنه في الخارجيه، يعني لابد ان يكون ده في حد متفرغ للكلام ده يا جماعه، يعني مش بس ان احنا بنكتب بعض الحاجات بالانجليزي، ده مش دورنا، نحن موجهون للداخل والمنطقه العربيه ولسنا موجهين للخارج او للدول الاجنبيه، وبالتالي ده يجب ان يكون عمل الحكومه، هي العمل الاستعلامات تصحصح بقى معانا شويه كده وتشتغل، يبقى في السفراء الموجودين في الخارجيه، 2 من الشباب منهم يعملوا لجنه بسيطه، 2 شباب من السفراء اللي في الخارجيه الاكفاء اللي بيتكلموا لغات، وانا عارفه ان كل شباب الخارجيه هايلين، كوميتي صغيره جدا تبقى دورها التواصل مع الميديا الاجنبيه حتى تظهر الحقيقه، نحن في وقت حرج، الحقيقه لا تظهر إلا بعد فترة طويلة جدا نتيجة تباطؤنا في إيصال الحقيقة ونتيجة سرعة الآخرين وسرعة وصولهم للطرف الآخر، وده كله مدبر، مش ممكن أن نفضل طول عمرنا خيبانين. طيب يا ريت كل المصريين اللي سامعين يقيموا الليل ويدعوا لمصر، يا ريت يا جماعه، واحنا خلاص يعني احنا في الاشهر الحرم، واحنا فاضل يومين على رمضان، وكل سنه وانتم طيبين، يا ريت بقى نبتدي صلاه القيام، ونبتدي بقى التراويح، ونبتدي بقى يعني الصلوات، ونبتدي بقى نهدى شويه ان شاء الله. مدام لميسي شخص اسمه الشيخ جاد في منطقة عين شمس الشرقية، معروف انه قيادي بجماعة الاخوان، مستأجر بلطجية في المنطقة ومحركهم بالفلوس، وناس في الشارع سمعته النهاردة الفجر بيقول وبعدها حصل ضرب الحرس الجمهوري. اكيد اللحظات الاخيرة، ممكن يحصل حاجة تانية النهاردة بالليل او بكرة. لو سمحتي اكدي على المشاهدين ان في مليونية بكرة الساعة 5، مليونية هامة في كل ميادين مصر. الاعلان الدستوري نسي النص ما يخص الشرطه، تمام. شمال سيناء الجو سيء جدا، يا ريت الجيش يقبض على الارهاب، ويا ريت الجيش يتعاون مع المشايخ ويوفر لهم الامن. مساء الخير. يوجد تقريبا وسط الاخوان كثير من السوريين، يا ريت تنجي مصلحه الجوازات. الحقيقه انه النهارده سلطه الطيران المدني عادت طائره بالكامل مليئه بالسوريين وصلت الى مصر، واصبحت هناك قرارات واضحه بعدم دخول السوريين الا بتصاريح امنيه مؤقته، يعني تصريح امنيه مسبقه، يعني لازم في فيزا ومش هتخش بدون فيزا. في جثث لم يتم التعرف عليها، وهذه غالبا عناصر غير مصريه تم استدعائها للجهاد. ارجو استاذه لميس، ارجو ان توجهي شكري للقائد العظيم عبد الفتاح السيسي، وانا اول من سيصوت، من صوت بلا في استفتاء الدستور، واول من مضى على استماره تمرد. طيب ايمان المنصوره، اتفضلي يا ايمان. السلام عليكم. عليكم السلام. انا وحضرتك طيب، وانت بالصحه والسلام. عايزه حاجه واحده بس يا استاذه لميس، معلش. اتفضلي. اللي حصل النهارده قدام الحرس، يقدر تسويه باللي حصل بان هم بيرموا الناس من على السطوح؟ انا قاعده في بيتي والراجل ده جاي يضربني، انا هعمل ايه؟ لا طبعا ما فيش، ده في القانون العسكريه، ده راجل جاي يعتدي على مؤسسه. انا عندي هنا في جنب جيراني واخدين اولادهم اللي عندهم سنه وقاعدين في الاتحاديه،
وبيقولوا احنا رايحين نستشهد. يستشهدوا لمين؟ قصدك في رابعه؟ قاعدين في رابعه. يستشهدوا لمين؟ لمرسي؟ هيستشهدوا لي يعني؟ دي واخده عيالها واخده بيتها واخده حالها تروح تقعد في رابعه العدويه عشان ايه؟ احنا خلاص قمنا الثوره وخلصنا وقلنا يا رب الحال يتهدى والناس تمشي ونشوف مصلحتنا. احنا دلوقتي ايه اللي بيجرى لنا ده؟ شكرا. ده يعني معاكي حق. شكرا يا ايمان. ويعني انا يعني اتمنى ان رجال الدين بقى ورجال الازهر الشرفاء يعني الوسطاء يعني الوسطيه الازهر تبتدي تظهر، يبتدي بقى المشايخ يلفوا على الجوامع بالذات في شهر رمضان وتوعيه الناس. ده الوقت ده بتاع هذا الامر يا جماعه. احمد من اسكندريه، اتفضل يا احمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيك. مدام لميسه، انا هتكلم مع حضرتك بس في ثلاث نقط في منتهى السرعه. اول حاجه، النهارده انا كنت بتفرج على قناه سي بي سي وعلى قناه العربيه ساعه وقت اذاعه البيان بتاعه المتحدث العسكري. ايوه. وفي اللحظه اللي بدا فيها المتحدث العسكري يعرض الفيديوهات وخصوصا اللي جايه من فوق من يعني من اللي هي جايه فيرتيكال عشان تبين الناس اللي كانت على اسطح المنازل. قلبت على الجزيره بسرعه، يا ريت حضرتك حتى تشوفيها على اليوتيوب. الجزيره في لحظه على طول اذاعه الفيديوهات راحت قاسمه الشاشه ثلاث اجزاء وعمل الزوم على وش المتحدث العسكري. خلونا يا جماعه، معلش معلش يا احمد، ممكن نزيق تاني الفيديوهات دي عشان ما بزهقهاش كتير. الفيديوهات اللي من توب من الـ من الـ من الطياره. ايوه يا احمد. الاذاعه على طول راحت الجزيره قاسمه الشاشه ثلاثه اجزاء وراحت عامله زوم في النص على وش المتحدث العسكري عشان تلغي اذاعه الفيديوهات بالكامل بتاعت مش ممكن العسكري. يعني مش معقوله. كمل يا ريت حضرتك تعجبيها على اليوتيوب، اقسم بالله. هدور عليها. خلينا في الفيديوهات اللي من فوق يا جماعه لو سمحتوا. يعني المخرج بروفيشنال جدا، كانوا في لحظتها فاتحين الشاشه عادي جدا وفي لحظتها على طول اول ما عرض الفيديوهات راحت قاسمه الشاشه وجابت في النص الوش بتاعت المتحدث العسكري. دي نقطه. النقطه الثالثه الثانيه، انا كنت في المظاهرات بتاعت يوم 30 و الو سامعاك يا احمد، اتفضل. كنت في المظاهرات كنت في المظاهرات بتاعت يوم 30 واقسم بالله ان اسكندريه كلها نزلت في اليوم ده. انا مش قادر افهم الناس دي بتتكلم ازاي، بتقول ان احنا كان عددنا 130,000 وان معلش بقى يعني هما بيعدوا وانت عارف هما ما بيعرفوش يعني حاجه غير طبيعيه. اقسم بالله العظيم ان اسكندريه كلها كانت، انا عارفه واحنا صورناها وكله. اخر نقطه في منتهى السرعه، انا عندي دكتور صاحبي ساكن في الشارع بتاع المشير اللي حدثت فيه الحادثه بتاعت الملتحي اللي كان بيرمي الاولاد من فوق الشارع. حكى لي التفصيل، قال لي انه الناس هم البلكونه بتاعته طلع على الشارع من اول شارع المشير، بيقول لي ان الناس داخله كانت من على البحر في حاله تحفظ غير طبيعي، ماسكه المسدسات عماله تضرب في الهواء وكانهم جايين معركه، يعني مش هم جايين اصلا يتظاهروا وبعدين يشتبكوا، هم جايين يعني سوري في اللفظ كانهم رجاله بيقول لك اللي راجل فيكم يطلع لي. شكرا يا احمد. احمد من السعوديه، اتفضل يا احمد. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك بالصحه والسلامه. أنا بس حابب أقل على موقف حزب النور من الدكتور البرادعي. اتفضل يا فندم. من إمتى حزب النور كان له دور في ثورة 30 يوم؟ أنا بصراحة يعني عايز الرئيس يكون له موقف حازم في الموضوع. الدكتور البرادعي قام وهو يعتبر من رموز الثورة، من ثورة 25 ثورة 30. لازم ناخد موقف يا جماعة، مش معقول الكلام. هم عموما انسحبوا لوحديهم بقى، ربنا معاهم يعني. شكرا شكرا يا احمد، بشكرك. سريعا، رجاء الدستور يحتوي على ماده تختص بان الاحزاب لا تقوم على اساس ديني. انا متفقه معاك تماما. انا شاب يتحدث الروسيه، بتابع الاخبار الروسيه وبكتب تعليقاتي بخصوص الوضع في مصر. ميرسي جدا، اشكرك. بشكرك على دورك الاعلامي، اشكرك. حرام والله هتوصلونا حرب اهليه مش احنا. يعني عندي الحل. طيب انا بشكركم شكرا جزيلا. النهارده كان يوم صعب، لكن الحقيقه ان كل ما يوم يعدي نحس ان الايام الجايه ان شاء الله تبقى اسهل. ما حدث من طوفان جماهيري، طوفان شعبي خرج حتى من قبل يوم 30، قبل يوم 30 وبعد يوم 30 وبعد يوم 30 لا يمكن أن يمسح من الذاكرة ولا يمكن أن يتغير أو يغير الواقع. هو غير الواقع على الأرض وده مش هيتغير. أرجو من جماعة الإخوان المسلمين أن تحتكم إلى العقل وتحتكم إلى العقلاء، وإن شبابها يدركوا أن الواقع
قد تغير، وإن قدامهم فرصة كي يغيروا سوء ظن الناس فيهم ويغيروا كيف يفكر الناس فيهم، لكن لازم يشتغلوا على الأرض، يرجعوا يشتغلوا على الأرض وهم أساتذة الشغل على الأرض. لكن هذا لن يحدث ببقائهم في ربعة بهذا الوضع. أرجو كمان من الإخوة السوريين اللي جايين لنا يجوا كرماء ضيوف أعزاء، لكن لا تحملوا السلاح ضدنا، فنحن أهل واحد ونحن شعب واحد، ودي كانت الجمهورية العربية المتحدة. لا تحملوا السلاح ضدنا لأننا مش هنسكت ومش هنقبل ومش هنسامح. الأخير فيجب أن تكون له قواعد، من تلوثت يده بالدماء لا يمكن أن نتسامح فيها، لكن من غرر به يجي ونقعد بقى. وحزب النور تعالى بقى اقعد، وبلاش يعني بقى نفضل نضع شروطنا على المائدة في النهاية. أنا بشكركم شكرا جزيلا، كل سنة وانتم طيبين، رمضان بعد بكرة، أشوفكم بقى في رمضان بإذن الله. أشكركم، وهذه لميس الحديدي، تحييكم، صباح الخير.